هل الجوال يعتبر يعني في الوقت الحالي هو اكيد يعني مو مرحله ترف الان، هو الزامي في حياتنا، تعرف عن طريق الشراء والبيع، لكن هل تحس انه الانسان قد يكون اسير؟ أسير هو إلزامي في حياتنا بالمعقول. المعقول هذا الأغلبية ما يعترف به. طيب بحكم انك ايضا يعني انا بيجيني في الطريق لانه انت شاعر، لكن ما جاء طرى في بالك كتابه بيتين في جانب العزله؟ طلعت من مخرجات العزله هذه او تكلمت عن حبك لهذا الجانب؟ كتبت عن حرب نفسية أنا واجهتها أن يوم كنت أواجهها بالعزلة. قلت في بيتين أنا اكتشفت أن النجاح يبين في وسط انهزام، وأنا اكتشفت أن الوقوف بوجه نفسي مرهمي، وأنا انتصرت بوسط حرب أشد فتكا واحتدام من الحروب القائمة بين المدافع والرمي. فالبيتين هذه اختصرت البيتين هذه اختصرت حرب نفسية هي اللي خلتني أقع في العزلة وأتلذذ فيها في نهاية الأمر، لأنها كانت طوق النجاح الجميل. ماذا لو قالوا أنه جميل يعني أنه هذه يعني في باللهجة الدارجة حلو، أنه اللي يعيش النفسية أو يعيش العزلة هذه هو نفسية؟ والله هذا الكل وجهة نظر، ما تصادر وجهة النظر، لكن اللي أنت راح تسويه أنك تقفي وتكمل وتستمتع. أنت تعرف وش أنت تستمتع فيه. العزلة تبنيك لا تهدمك. عن كل شيء بالشكل المعقول، في الحد المعقول، مو بانك تنعزل مره ولا، لكن اعط نفسك مساحه شوي وراح تلقى اثر هالامر اللي هو يسمى ترى صيام الدوبامين. فعلا فعلا هذا صيام الدوبامين، لا تفرط فيه ولا تاخذه ولا يعني يكون بالشكل المعقول.